العربية. طبعا أبها عاصمة السياحة العربية كانت في 2017. ساهمنا معاهم إن شكلنا وفد من الإعلاميين وزرنا عدة مناطق. طبعا السعودية في منطقة ساحلية تسمى تهامة، بيعملون مهرجانات سياحية في الشتاء فقط. فاللي شفتوه جزء من اللي تكلمت فيه هذا كان في محافظة المجاردة، حضر هذا الحفل أكثر من 7000 شخص. وزرنا رجال ألمع وهي قرية جميلة جدا، قرية تراثية عمرها كبير جدا. وزرنا محافظة بارق وهي من محافظات الجميلة، ومحايل العسير. بعدين الدورة الثانية كانت في ينبع على ساحل البحر قريبا من حدود مصر الشرقية، وزرناها كمان. شارك المهرجان بفعالية في سوق عكاظ، وسوق عكاظ هو سوق عكاظ التاريخي المعروف، وكان لنا الشرف أن نشارك مع فرقة التخت الشرقي فنانين سعوديين ومصريين أمتعوا على مدة 4 أيام زوار مهرجان سوق عكاظ، وهو مهرجان تراثي وسياحي. فألف ألف شكر لكم، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفكم في السعودية وتزوروا. أعتقد بعد المناظر اللي شفتوها السعودية بلد جميلة وفيها لم تكتشف الأشياء الجميلة اللي فيها إلى الآن. شكرا.